وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضراء. وذرية ذرية منه تسعة أئمة حقا لا ثمان ولا عشر أيقتل ظمآن الحسين بكربلاء وفي كل عضو من ألامه بحر ووالده الساقي على الحوض في مدن وفاطمة ماء الفرات لها محروم. صلى على محمد وعلى ماء الفرات مهر فاطمة. الدنيا بما فيها مهر فاطمة. معنى هذا المهر لفاطمة مهران. مهر شرعي محدود مقرر مندوب شرعا وقد ندب رسول الله صلى الله عليه واله الى ذلك المهر وحث الناس ان لا يتجاوزوه مهما امكن. وهذا المهر الذي يعبر عنه بمهر السنه. معنى مهر السنه يعني المهر المستحب. يعني اذا يريد الانسان يعمل بالمستحبات بالنسبه الى الزواج. يعني اكو مستحبات في كثير من العبادات. بالصلاه اكو بيها امور مستحبه واكو بيها امور واجبه فارض. وهكذا بالنسبه الى الصيام وباقي العبادات. فالزواج عباده في حد ذاته. الزواج اذا نظرنا اليه من زاويه بعض الاحاديث نجده من اهم العبادات. لان اي عباده اعظم من ان يكون تارك الزواج متعمدا بلا عذر من اخوان الشيطان من اخوان الشياطين. قالوا نظر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل يصلي في مسجده الشريف يطيل الركوع والسجود ويحسن الصلاه تماما فاعجبته صلاته. فالتفت اليه صلى الله عليه واله قال امتزوج ام؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. قال او قادر على الزواج؟ قال نعم بابي انت وامي يا رسول الله. فقال له النبي تزوج والا فانت من اخوان الشياطين. فهو شنو العباده هذه؟ شنو العباده اعظم من ان يقول لك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الارض تستغيث من بول الاغلف والاعزب. اي عباده اعظم من قوله صلى الله عليه واله وسلم شرار موتاكم العزاب. واما هذا الحديث فاسمعه. قال صلى الله عليه واله وسلم المتزوج النائم في فراشه افضل عند الله من الاعزب الذي يصوم النهار ويصلي الليل. يعني الزواج عباده بل من افضل العبادات واقعا افضل ثلث الدين للزواج. في بعض الاحاديث نصف الدين لكن في بعض الاحاديث الاخرى من تزوج فقد حفظ ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الباقي. يعني بما انه عباده فيه واجبات وفيه مستحبات. من اراد ان يعمل بالمستحبات الزواج. اما الواجبات فاركان الزواج معروفه. الركن الاول والاهم هو رضا الطرفين.
رضا الرجل ورضا المرأة. نعم، أما رضا الرجل فهو متعلق به خاصة، يعني إذا رضي الرجل فانتهى، يعني من ناحيته تم الأمر. لكن من جانب المرأة يظن إلى رضاها رضا وليها أيضا، وإلا رضا الولي وحده يكفي. لا، لو كل أولياءها رضوا، أبوها، عمها، أخوها، كل عشيرتها وافقوا على هالرجل هذا وهي قالت لا، فإذا حددت أو أجبرت بأقل إجبار وتهديد وزوجت من ذلك الرجل، هذا الزواج فاسد باطل شرعا. رضاها الحقيقي، رضاها الواقعي، وإلا قولوا نعم بالمقرار بالحنجار وإلا يكسرون راسهم، هذا مو زواج. وإنما ظن الشارع المقدس رضا الولي لا رضا المرأة، أيضا من مصلحة المرأة. ليش؟ باعتبار أن الرجل يعني الولي، لأن غالبا الرجل طبعا الولي، إما الأب أو الأخ أو العم، باعتبار أن الولي وهو رجل هو أعرف بالناس. في أي مورد يظهر الفرق بالنسبة إلى رضا الولي؟ يعني شنو أثر رضا الولي فيما إذا رضيت البنت ولم يرضى الولي؟ أم كذلك؟ ما يصح. كما أنه إذا رضي الولي ولم ترضى البنت لا يصح العقد، كذلك إذا رضيت البنت ولم يرضى الولي. باعتبار الرجل أعرف بحقائق الناس، لأن من جميل في المجتمع في أن يعرف بالسيرة والسلوك، سلوك الأفراد وسيرة الأفراد. ربما هذه البنت مثلا شايفها الرجل هذا المظهر الخارجي، سامعة الشيء إجمالي عنه، رغبة من بعض الجهات، لكن يخفى عليها بعض الجهات الأخرى، ما تدري بها بيلعب قمار مثلا، والزوج المقامر هذا مو زوج، والحياة مع زوج المقامر حياة شقية، هو البيت الذي يكون ربه يعني رئيسه رجل مقامر، هذا البيت مآله إلى الخراب والدمار. هو الأولاد الذين تعقد نطفتهم من رجل مقامر، هؤلاء أولاد إبليس، يعني هو ما يدري، ما تدري البنت القضية هذه، لكن الرجل يعرف يدري، ليش يقول لك اسأل وتحقق قبل أن تزوج وقبل أن تعطي وقبل أن توافق؟ هذا ابن فلان، شوف الأعذار الواهية، شوف الجهل عند بعض الناس. يا بليش زوجت بنتك من فلان؟ متأثر أنه هذا ابن فلان. زين، فلان على الرأس، عالم، ثقة، مؤمن، متدين، صالح، شريف، رجل معروف بالورع والتقوى، لكن ما يصير ان يكون واحد صالح وطيب لكن ابن لعين خبيث، ما يصير. انت جاي تنفي بنتك للاب وللابن، لما تيجي تقول لي ابن فلان، خلي ابن ابو دار، خلي ابن سلمان الفاهو، شنو؟ لأن نوح نبي من أولي العزم. ابنه شنو ابنه؟ مو واحد ترسل طيحة حظا؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فما ينبغي الإنسان أن ينخدع بسمعة الأب أو بسمعة العشيرة والبيتية من آل فلان، من بيت فلان، ظن كلهم مو قياس أيها الناس. وإنما المدار والمناط العمل الشخصي والسلوك الشخصي الخاص.
هذا هو الركن الاول وهو الرضا من الجانبين. هو الركن الثاني اللي اهم ما في الزواج في العقل يعني. الركن الثاني هو المهر والصداق، ما الى حد محدود شرعها، لكن لازم ان يكون في البين صداق ومهر. لان في الحقيقة قد رموز على الشارع المقدس حتى تتميز هالعلاقة عن سائر العلاقات، حتى تعرف انها علاقة زواج. مثلا من الشرائط ان يكون العقد امام اناس بحضور شهود، بان يعلن بهذا العقد بهذا الاتصال بهذه العلاقة، وان لا تكون بصورة خفية بصورة مخفية. واما المستحبات في هذا الامر فكلها تدل على ان الشارع المقدس يريد ان يكون هالاتصال هذا علنيا معروفا مشهورا لدى الجميع، لا يريد ان يكون بصورة تفكر واستخفاف. ليش؟ لان الاسلام يريد ان يقول لك ان هالعلاقة هذه مو علاقة حيوانية صرفة، يعني انت الانسان مو حالة حال الحيوانات. هل علاقة الزوجية هي أساس المجتمع؟ هل علاقة الزوجية هي أساس الدين؟ علاقة الزوجية هي علاقة روح كما ذكرنا. التفكر والاستخفاء مو صحيح بها، وإذا يستحب الإعلان وهذا المهر وهذه الأشياء كلها لأجل تحديد وتمييز هذه العلاقة عن باقي العلاقات. يقول لك شنو أثرها؟ وليش؟ يجون بعضهم يعتقدون انه بحج الامتين صارت حلال، يو بحج دينار المهر صار حلال، بذن المراسيم صار حلال بدونها صار حرام. ما يعقل هذا اللي انتقد هذا الانتقاد، ما يعرف ان للمراسيم اثر في نفس الانسان، ما يعرف ان لهذه الحدود ولهذه المراسيم ولهذه الاعمال اثر في تغيير المفهوم والمعنى. هذا الاعلان له اثر في العلاقة بالوجدان بالمحسوس بالتجربة. شوف العلاقات الجنسية الغير مشروعة مهما كان الطرفان مجردين من الدين متجردين من الدين والاخلاق والشريعة، مع ذلك يشعران في ساعة العلاقة الجنسية والاتصال الجنسي الغير مشروع يشعران بقلق ووخز في الضمير، ويشعران انه عمل غير طبيعي وانه عمل غير سليم. يعني ما يقدمان على ذلك العمل باستقرار النفسي بهدوء النفسي بلذة النفسية ابدا. والشارع الاسلامي يريد لك ان تتصل هذا الاتصال الجنسي باستقرار النفسي، مو تشعر بنفسك في ساعة الاتصال انك جاي تجري عمل شهواني صرف وحيواني بحث. الاسلام يريد ان يدفع عنك هذا الشعور ويخليك تشعر في نفس تلك اللحظة انك تقوم بعبادة وطاعة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه، ما مضمونه ان الله جل وعلا يعطي من الاجر والثواب كذا وكذا وكذا ما لا يعد ولا يحصى لاجراء العمل الجنسي. لما سمع الحاضرون تعجبوا قالوا يا رسول الله يأتي الانسان شهوته الحيوانية ويثاب عليه؟ شنو هالثواب؟ شنو ميزانه؟ شنو ميلاد هالثواب هذا؟ فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم لو رأيتم قد وضع الرجل هذه النقطة في غير حلها أيعاقب على ذلك أم لا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال فإذا ليس من العدل، بعيد من العدل، بعيد عن عدل الباري جل وعلا أن يعاقب على الحرام ولا يثيب على الحلال. ما يثيب؟ ما دام يعاقب على الحرام لابد أن يمضي ثواب على الحلال. هذه اهم اركان الزواج، لكن مستحبات كثيره قلت لك من جملتها الاعلان والاشهاد هو الاطعام، حتى ورد حصر الاطعام في موارد خمسه او اربعه او خمسه، من جملتها في مورد العرس. لا اطعام، الحديث ما قال لكن ما مضمونه، لا اطعام الا في خمس،
من جملتها الختان. يعني لما تختن اولادك ابنك يستحب ان تطعم اطعام من جملتها للحج، اذا في تروح للحج او لما ترجع من الحج، من جملتها بالنسبة الى امر الزواج يستحب استحباب مؤكد ان يطعم الانسان اما قبل الزواج او بعد الزواج حسب ما بالي. العرس ليلا ليلا والاطعام نهارا، هذه يسميها الصبحة في هذا اليوم. لكن اجتنا المدنية الغربية لملمة تجوبت حزلت كل هالاخلاقات وكل هالتعاليم الانسانية وجعلت من الانسان حيوانا بكل معنى الكلمة، دخلت في اذهان المجتمع ان كل هالامور هذه الخيوط تافهة ما تحاجة الها ابدا. شنو اطعام؟ شنو اعزم الناس؟ شنو اعلن عني مزوجت؟ شنو سعد وسعود وياها؟ شنو هالهولة؟ شنو صفقة؟ كل بني ما لازم روح الشهر العسلي في الكتر قضية، روح بالقطار عبر. مثل الحيوانات ما خدال من المستحبات المؤكدة بالنسبة إلى الزواج أن يكون المهر مهر سنة. مهر سنة يعني مهر فاطمة الزهراء بمقدار مهر فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حتى أن معاوية ابن أبي سفيان عليه لعائن الله لما خطب ابنة عبد الله ابن جعفر أم كلثوم بنت عبد الله ابن جعفر الطيار لابنه يزيد، وكان الخاطب لها مروان بن الحكم عليه لعائن الله، من جملة العروض التي عرضها مروان بعد أن حوله عبد الله بن جعفر إلى الحسين عليه السلام، قال يا مروان قال لي تخطب بنتي؟ لا أنا وإن كنت أباها ولكن أمري وأمر ابنتي وأمرنا جميعا بني هاشم بيد الحسين، روح الحسين سلام الله عليه يعني. فإن زوجك وإلا فلا. فأجى مروان إلى الحسين عرض عليه العروض محل الشاهد، من جملتها قال لي يا أبا عبد الله وقد أذن لي معاوية ابن أبي سفيان أن أعطيها من المهر أمر أبيها بالغا ما بلغ وأن أفي جميع ديون أبيها. شوف مهر قد ما تردون احنا مستعدين، وكل ما على ابوها من دين ان احنا مستعدين ان ناخذ ديون الان. فالتفت الحسين عليه السلام الى مروان واجابه على كل كلماته من جملته على هالعرض هذا، قال له يا مروان نحن لا نعدو في صداق نسائنا، لا نعدو سنة رسول الله وهو 450 درهما. اذكرت لك في الليالي السابقة ان امير المؤمنين عليه السلام بعد ان تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله بتلك الكلمات وخطب فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبشره رسول الله ان الله قد زوجه من فاطمة في السماء قبل ان يزوجه منها في الارض، وقال له يا علي عندك مهر ازوجك به، وقال انك تعلم يا رسول الله اني لا املك سوى درعي وسيفي وبعيري، وقال له رسول الله اما سيفك فلا غنى لك عنه لانك تجاهد به في سبيل الله، واما بعيرك فانك تحمل عليه رحلك وتسقي عليه نخلك، ولكنك لا حاجة لك في الدرع، اني زوجتك بالدرع يا علي. ماذا اخترنا؟ فقام امير المؤمنين واخذ درعه الى السوق فباعه ب400 درهم، والمشهور 450 درهما. هذا مهر فاطمة الزهراء، هذا صداقها. وجاء بالدراهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاخذ رسول الله قسما من تلك الدراهم الى جماعة من اصحابه وامرهم ان يبتاعوا بها اثاث لفاطمة، اثاث منزل، جهاز، اسباب بيتية. فاقبلوا الى السوق وابتاعوا لفاطمة، سوقوا لها اثاث، جهاز،
وساجحتها ليف النخل. جلد الكلب كوز للماء وجانا حقير هجري اواني خزفيه. هذا اساس، هذا اساس سيدة نساء العالمين ايها الشيعة، هذا اساس ابنة محمد بن عبد الله ايها المسلمون. الاسلام لن ينحك ان يتأسس باحسن ما يكون من الاساس، ولكن لا تأسس باساس حرمه الله جل وعلا. لا تجعل في ظل الاساس التلفزيون يا ابو الغيرة، لان التلفزيون يهدم اخلاق اولادك وبناتك، لان التلفزيون يعلم بناتك المغازلة والفحر، لان التلفزيون اكبر معلم يعلم ابنك الزنا، لان التلفزيون يسلب الحياء من زوجته، لان 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 الى اخره. أيها الناس، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بيتا فيه الغناء، مجرد الأغاني، إن بيتا فيه الغناء لا تدخله الملائكة ولا تستجاب لأهل ذلك البيت دعوة. فكيف بالبيت الذي فيه الأغاني والراقصات؟ فكيف بالبيت الذي أصبح بالتلفزيون ملهى ومرقى وسينما وبيت الشيطان؟ ليش ندعو فلا يستجاب لنا؟ ليش سابقا كنا ندعو بالعجب يستجاب لنا؟ اذا كان يرتفع سعر اقل ارتفاع، مثلا الدهن كان اخرى قران، كان يصير قران وفولية، يو الحنطة كانت شوية تغلى، يو الخبز يصير غالي، يو قد حاجة تصير غالية بالاسواق، كانوا يخرجون جماعة من اهل النجف، لا تذكرون انتو الشيبة، يطلعون الى مقام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كل تأخرت يطلعون طلعة ثانية للسهلة، ركع فيها صلاة ودعاء، وإذا ثاني يوم ذاك الدهن يصيحون بي سبيل، وإذا الحنطة نزلت، وإذا اللحم نزل، وإذا عاد الرخاء، فورا ها أنت تطلع إلى المهدي، إلى السهلة، روح إلى أي مكان من العالم، ألطم على راسك، يبقى أكل استجابة الدعاء؟ لأن كل شيء إلى مقتضي وإلى مانع كما يقولون. هذه قاعدة فلسفية: الشيء لا يوجد إلا بوجود المقتضي ورفع المانع. وجود المقتضي الأخرى موجود، التوجه والإخلاص والحاجة والانقطاع إلى الله جل وعلا في الدعاء، هذا مقتضي. لكن المقتضي وحده يصير علة تامة؟ العلة التامة اثنينهم: وجود المقتضي ورفع المانع. لازم ترفع موانع استجابة الدعاء. من موانع استجابة الدعاء؟ احضر يا ابو عزيز يوم الجمعة اللي يغني بيتك، هاي 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 يا عزيزة كذا، يا في سموها في سمادة يا غريب الله، والله عجيب غريب ايها الناس. جوعان نص بطنه جالعة، لكل بطنه جوعانة، اعرفها ها، والله ما عدى بمقدار ان يشبع عائلته خبز وغموض، اعرفه شنو. واذا حلت بيئة راديو حلت دكان، بيئة من طاع حبة في البيئة كنا تهجار يعني. لكن لما امر على بيته واذا حس الاغاني مرتفع من بيته. بدي عم تسير ليح الراديوات السنين شد عطالة اتسيها
الكهرباء اللي صرف الراديو ودكانك وبيتك هذا تشبع به فقط. اشتروا ذلك الاثاث وجاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه واله. قالوا لما وضع ذلك الاثاث بين يدي رسول الله اغرورقت عينا رسول الله بالدموع ورفع طرفه نحو السماء وقال اللهم بارك اللهم بارك في اهل بيت جل اواليهم الحدث. فما بال ام ايمن او ام سلمة رضوان الله عليها لما شافت ذات الاثاث اثاث فاطمة الزهراء ابنة محمد جاءت الى رسول الله مهضومة باكية حزينة فسألها رسول الله قالت يا رسول الله فلانة بنت فلان اليهودي قبل كم يوم زوجوها كان اثاثها كذا وكذا من الحرير والابريشم والذهب والاواني الفاخرة والفرش الممتازة وبنت فاطمة الزهراء هذا اثاثها. الذي جعل رسول الله صلى الله عليه واله يعرف ام سلمة او ام ايمن بالاثاث الواقعي لفاطمة الزهراء واخبرها ان الله جل وعلا اعطى لفاطمة من الصداق قسمين من الصداق اما صداقها في الدنيا فالله والبركات والنعم الانهر الاربعة الارض كلها الدنيا كلها كلها صداق لفاطمة وكل من يمشي على ظهر هذه الارض ويأكل من نعم هذه الدنيا وهو مبغض لفاطمة ولذرية فاطمة فهو غاصب ملعون. ثم قال لها يا ام ايمن تعال شوفي صداق فاطمة في الاخرة دي. قالت وما صداق فاطمة يا رسول الله في الآخر؟ قال صداقها في الآخر الشفاعة يا أم أيمن اللهم ارزقنا الشفاعة. أي شفاعة؟ يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه والله أيها الناس ترى ما إن الملجأ إلا أهل البيت صلوات الله عليهم ها ولا عد بنات الذن الاحتياج اللي انا اقوله انه انت تسمح نقدر نصلح اوضاعنا نقدر نتغلب على الشيطان وعلى شهوات انفسنا وعلى هالوضع الحاضر اللي احنا به وعلى هالدسائس التي قد احاط بها